بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواننا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عدنا إلى الورشة داخل الوطن، بعدما قمنا بزيارة إلى تونس إلى المغرب وقيام ببعض الأشغال يعني في صناعة آلة في المغرب. الآن سوف نواصل العمل داخل الورشة، كذلك صناعة الآلة اليدوية. اليوم في هذا الفيديو سوف نريكم أهم النصائح عند صناعة هيكل ونوع الحديد وكذلك القياسات، يعني كل هذا سوف نتطرق إليه بالتفصيل، لذا ابقوا معنا. والآن كما تلاحظون قمنا بشراء الحديد وقمنا بتقطيع الهيكل حسب المقاسات المراد يعني من أجل الآلة. الآن سوف نقوم ببعض تقديم بعض النصائح ألا وهي بالنسبة لنوع الحديد. كما قلنا نوع الحديد غير مهم، يعني القياسات الحديد، قياسات حديد يعني كبير أو صغير أو متوسط أو هذا لا يهم، هذا تعود حسب الشخص الذي يريد يصنع وحسب الميزانية. يعني أنا أختار هذا النوع من الحديد لكي يعطي صلابة للآلة وكذلك يعطي شكل جيد، يعني من ناحية الجمال ومن ناحية الصلابة، لهذا أنا أختار هذا الحديد. لكن إن كانت هناك الميزانية قليلة ويريدون صناعة آلة، يعني يختار نوع حديد أقل يكون رخيص في الثمن. أولا كما تلاحظون نوع الحديد هذا قياس، يعني القياسات لا تهم كثيرا، لكن الذي يهم هو الشكل النهائي للآلة وكذلك طريقة العمل. يعني هنا كما تلاحظون طريقة تقطيع الحديد، أنا دائما أقوم بتقطيع هذا الشكل، يعني سيعطينا هذا الشكل، هذا بالنسبة لطاولة عمل الشباك يعطينا هذا الشكل. بالنسبة للهيكل أين يوجد المحرك كذلك صنع الشباك، يعني نفس التقطيع، أقوم بقطع الزاوية هنا ثم نقوم بطي بهذا الشكل، يعني كما تلاحظون بهذا الشكل، يعني لدينا اثنين من الشكل هذا واثنين من الشكل هذا، ثم نقوم بالتوصيل بينهم بالقطع هذه، يعني هنا هذه القطع تكون هنا في الأسفل، ثم بين القطعتين هذه الأولى والثانية، يعني الثانية موجودة هنا قمنا بتقطيعها، نقوم بتوصيلها بهذا القطع حتى يعطينا الشكل المراد تقطيعه. بالنسبة للقطعة هذه هي للطاولة هنا كذلك، إن من أجل سهولة هذه الزاوية المائلة هنا من أجل سهولة خروج الشباك، نقوم بتوصيله بهذه القطع الطويلة حتى يعطينا القطعة النهائية. بالنسبة للطاولة، يعني هذه الشروحات هذه القياسات أقوم بشرحها لأول مرة. كما تلاحظون بالنسبة للقطعة المعدنية هذه نقوم بقطعها مسبقا، ثم نقوم بطيها بهذا الشكل حتى تعطينا، والقطعة تكون ثلاث أمتار على طول الآلة وعلى حسب يعني طول الآلة. بالنسبة للقياسات، يعني القياسات ليس مهمة، القياسات ليس مهمة، المهم أن تكون الآلة تعمل بشكل جيد، يعني تستطيع زيادة في القياسات أو النقص في القياسات، لكن الآلة يجب أن تكون العمل بشكل جيد، يعني وهذا رايح نشوفوا الفيديو السابق الذي قمت بأهم
النصائح التي تدخل في صناعة الآلات، يعني بعض النصائح القياسات المهمة، يعني القياسات سواء الهيكل سواء له هذه ليست مهمة، يعني ليست مهمة بالأدمغة، يعني تكون حوالي من 50-60%. لكن في الفيديو السابق لو تلاحظوا فيديو سابق قمت بتصويره هو أهم النصائح. هذه القياسات تكون يجب أن تكون دقيقة بنسبة 100% حتى تعطينا شكل وعمل مناسب للآلة. أما بالنسبة للقياسات أو نوع الحديد أو أي شيء من هذا القبيل يعني ليس مهم كثيرا. المهم النصائح، سوف أترك الفيديو لكم الفيديو حتى تلاحظوا أهم النصائح التي تدخل في صناعة الآلة. يعني هناك قياسات دقيقة، يعني تكون بين أصوام الشباك، بين القطعة المعدنية، المسافة بينهما، يعني هذه تكون بنسبة تكون دقيقة بنسبة 100%. أما بالنسبة لنوع الحديد المستعمل أو الكبر أو صغر الحديد هذا ليس مهم كثيرا. المهم أن يكون الحديد وتكون الآلة يعني صلبة، يعني صلبة متماسكة حتى نستطيع تركيب عليها محرك، وأثناء العمل لا تقوم بالاهتزازات، يعني عندما تكون الآلة ثقيلة نوعا ما بالنسبة للحديد يكون ثقيل، أثناء العمل لا تحدث اهتزازات كثيرة في الآلة، لأن الاهتزازات سوف تقلل من مرددية العمل. يعني هذا هو الفيديو الذي أردت فيه شرح اليوم طريقة صناعة الهيكل وبعض النصائح. يعني بالنسبة للحديد قلت دائما يصنني نوع الحديد والقياسات هذا الشيء لا يهم، المهم أن تصنع آلة تكون العمل عليها بشكل دقيق. وبالنسبة للقياسات يعني والشكل، يعني شكل الآلة، يعني أنا أختار هذا الشكل، يعني أنا أختار هذا الشكل وهذا الشكل المائل. يعني بالنسبة يعني كلما أقوم بصناعة آلة يعني أجد مشكلة أقوم بتصحيحها في الآلة المقبلة، لهذا توصلت لهذا الشكل، يعني هذا الشكل توصلت الآن. ممكن شخص آخر يتوصل إلى شكل آخر، يعني ممكن شخص ثالث يتوصل إلى شكل ثالث، يعني الشكل لا يهم كثيرا. المهم أن تكون النتيجة في الأخير تكون جيدة. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسوف أترك لكم عنوان الفيديو أسفل أعلى في الإطار نوع الفيديو، أهم التحسينات، أهم النصائح التي تدخل في صناعة الآلات. وفي الأخير أقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأي سؤال وأي تساؤل أو أي غموض يعني أتركوا تعليق وسوف نجيب إن شاء الله على كافة الأسئلة، والسلام عليكم.